من لحظة النزوح انتقلت لمدرسة خليفة، عشت فيها تقريبا 10 أيام، طبعا 10 أيام بلياليهم، كان الوضع فيها صعب جدا. بداية تبدأ يعني انه فيش لك خصوصية، لما تجي لك انت في صف 7 متر، 7 × 5، تقعد فيه انت وثلاث عائلات. طب انا اللي زي يعني ما عنده زوجته واخواته التنتين وبنته وولدين اطفال 2 صغار، فلما تيجي تقعد انت في صف في 3 عائلات في شباب، طبعا تبقى الساتر اللي بينك وبينهم بس ستارة. طبعا الستارة هذه ما فيش لك فيها اي خصوصية، تطير خصوصيتك مع اول هبة ريح. طبعا هين هنا غرفة الاطفال او ما كانت غرفة الاطفال، طبعا الحيطان كثير وضعها صعب، زي ما انت شايف هالحيطان طالع من الاماكن، عندك هذه تقريبا واقعة يعني، بس الحمد لله اللي مسكها ستر ربنا. هذا هي، وفي عندك هنا طبعا هذا الباب هو مكانه نفسه الاصلي، بس بقت كل الحيطة هنا واقعة، يعني اذا بدك تصورها يا من تحت الحيطة بقت مخلصة. هي هذه تقريبا اصعب منطقة في الدار، لان هذه الشتاء زي تقول الدار مالها السقف، كل المطر بهدي جوا، وهذا طبعا هذا خطير، هذا بخوف. حتى اني جيت بدي قبرجي قال لي هذول السياخ ما تقطعهم مش بالمره لانه حيقع السقف.